بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا باخواننا المهتمين بشؤون البيوت المحميه، اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده باذن الله تعالى في فكره كده كويسه بصراحه جديده. لما جيت المملكه وحبيت يعني واشتغلت البيوت المحميه تأمل، طبعا انتوا عارفين الجو عندنا في مصر ما شاء الله كويس، فبنحتاجش بيوت محمية او مكيفة بمعنى اصح، فبنعمل سرام زي اللي قدامك عند البيت اللي هناك ده هو الصغير وبنبدأ نشتغل. طيب جيت لقيت مساحة البيت ده هو تقريبا 2000 متر او 2000 وشوية. البيت ده فيه 16 مروحة يا جماعة، 16 مروحة. المروحة دي وظيفتها ايه؟ ان هي بتسحب لي الهواء السخن من بره بتطلعه لي جوه عن طريق ايه؟ خلايا مائية مبردة ورا هناك. المية بتنزل في الخلية، الهواء بيمر من خلال الخلية المعبأة بالمية فبتنكسر درجة حرارته، بيمشي على الزرع في طول ال 33 متر اللي هم الطول بتاع البيت ده هو ال 33 متر، تمام؟ طيب لما بسأل مهندس التبريد او المهندس الفني فقال لي والله المروحة دي بتطلع في الساعة الواحدة 48 ألف متر مكعب هواء ساعة، 48 ألف متر مكعب هواء ساعة، رقم مش قليل. في 16 مروحة بيديني من 750 ل 800 ألف متر مكعب هواء. يا الله، ايه ده؟ الهواء ده من عند مين؟ من عند الله سبحانه وتعالى، من عند الله. ما خسرتش انت في حاجة، بس اللي انت خسرته فيه انك انت عشان تجيب الهواء ده هوت وتبرده خسرت مواتير قدامه ومواتير ورا والكلام ده كله. فكل دي طاقة، الطاقة دي بتعتبر مهدرة لانها بتمشي في مكان عادي. ابتديت نفكر طب نعمل ايه، ابتديت اقول والله لازم اعمل في حوالي 20 متر، ابتديت اقف جنب المروحة هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية اشوف التأثر بتاعي بالهواء بيوصل لي لحد فين. لقيت تقريبا في حدود 20 متر. اذا كان طول البيت 30 متر يعني انا كده لو زرعت المكان ده هو هزرع تلتين بيت. هتزرع بيت تلتين بيت، مش بتكلم كده، البيت قدامك اهو والزرع قدامك اهو، ده احنا رايحين عليه. انا اهو رجب الشبراوي، ايدي اهي، تمام، ايدي اهي، بقول لك البيت اهو. الهواء اللي داخل من هنا طالع لي هنا. انا في شهر كام النهارده؟ 20/6، 20/6. بكره اعلى يوم في السنه، اطول نهار في السنه، بكره باكر ان شاء الله 21/6 اطول نهار في السنه واقصر نهار في السنه. وفي 21/9، تمام، وفي 21/9 بيبقى بيتساوى عدد ساعات الليل مع النهار، وفي 21 مارس بيتساوى عدد ساعات الليل بالنهار، وفي 21/12 اللي هو ديسمبر بيكون أطول ليل في السنة وأقصر نهار في السنة. إذن فغدا إن شاء الله بكرة أطول نهار في السنة. طب أطول نهار في السنة يعني الجو عندنا جهنم الحمراء، الجو النهاردة 41 درجة مئوية، وبتشوف يا مؤمن الفاصوليا بالشكل ده هون أهو، شايف المروحة بتجيب لي الهواء كده، شايف عمالة الفاصوليا رايقة ازاي وبتضحك وبتقول بارك الله فيك انت كده مدلعنا احلى دلع، ولا الخنقة بتاعت البيوت جوه. بتمنى من الله. وعلى فكرة الفاصوليا حتى يعني مش تقوي جديدة، ده انا كسرها من السنة اللي فاتت وابتدت ما شاء الله تدينا كمية التزهير الرهيبة ده. شايف كمية التزهير الرهيبة، شايف كمية التزهير، شايف كمية الازهار، شايف كمية الازهار اللي عندك ما شاء الله. شايف المحصول اهو جاي لك، او ابتدى يجي لك، ينزل لك محصول اهو، تمام التمام، والدنيا كويسه خالص معاك. طب ليه الطاقه ديت انت ما بتستغلهاش وبتزرعها؟ شايف التزهير، شايف يا عم التزهير، شايف كميه التزهير، كل دي قرون، كل دي قرون هتنزل لك، تمام. ف اللي انا بقول لك عليه يعني يا ريت نحاول. شايف الجمال، شايف الجمال، والله انا باجي هنا بصراحه مش عايز اطلع من المكان ده. وشايف الجمال، شايف الفاصوليا، الفاصوليا بتقول لك ولا اروع كده، بطاقه مهدره من عندك اهيا، طاقه مهدره من عندك اهيا. حاول ال 20 متر اهم، ال 20 متر اللي قدام البيت اعمل حاجه كده، انا بحاول اعمل حاجه كده تحاول تزرع لي المكان ده هو، تمام. ازرع المكان ده هو، المروحه عندك شغاله ليل نهار بهواء جميل، ممكن تزرع كوسه، ممكن طماطم ارضيه ممتازه. على فكره كمان في حاجه انت مش واخد بالك منها، انت تعرف هي ايه؟ الحشرات ما بتقفش قدام المروحه. يعني الذبابة البيضاء، الفصيلة المفروض تصاب بالذبابة البيضاء وتفيرس، انا ما عنديش بصراحة ربنا. ليه؟
لان الهواء اساسا جاي لي فعامل على طول مشاكل لاي ذبابه، وحتى التوته ابسولوته برضو مش هتعيش قدام ضغط ضغط الهواء بتاع المراوح دهوت. فكره جميله بحاول اطورها، ان انا اخلي نص البيت لحد هنا كده فوق من هنا، ده فايبر جلاس تمام، وابدا اسيبه من تحت الهواء يمر من تحت يبقى زي الفل. دي الفاصوليا بتاعتنا، الطاقه المهدره بتاعه الهواء هي قدام المراوح. يا ريت اي حد عنده بيوت محميه او مصدر من الهواء دهوت ما تحاولش تضيعه، فكر خلي مخك شغال، ابدع كل يوم، لازم يكون عندك ابداع شكل. شكرا لحضراتكم، بتمنى انكم تكونوا استفدتم من الفكره، واتمنى ان هي تعمم في جميع او عند كل الاخوه اللي عندهم بيوت محميه. حبيت بس اخر حاجه تكون هي اللون الاخضر الجميل ده، هو اللي بصراحه ولا اروع ولا اروع ولا اروع ولا اروع، جميل 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 والله. يا ريت تعمموا الفكره. بشكركم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اوعى ما تعممش الفكره لازعل منك.